السلام عليكم، مساء الخير عليكم. أنيس الحرير، مواطن جزائري. قمنا بمبادرة اللي هي نطموا المواطنين على النقاش يعني في الشارع، وكانت كانت يعني هذه المبادرة في ديفون لي مارش تاع تياتر ناسيونال لارجيسون دونك بور سعيد. هذه المبادرة نتمنوا أنها تكون في الولايات الأخرى، يعني في جميع ولايات الوطن. الهدف من هذه المبادرة أنه يكون احتكاك بين المواطنين، يكون احتكاك بين يعني أقل ولا أبسط شريحة من المجتمع، هي المواطن العادي، يعني يحكي في 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 مواضيع اجتماعية، مواضيع سياسية، كل ما يهم المواطن في حياته اليومية، المشاكل اللي راه يلاقيها المواطن في حياته اليومية. يعني هذه المبادرات هي اللي تخلي الإنسان أنه يعاود يمارس المواطنة تاعه، ويعاود يمارس السياسة الحالية، يعني السياسة اللي راهي سائدة في البلد بطريقة أخرى، بعد ما كان منعزل عن ممارسة السياسة أكثر من 20 سنة. نتمنى أنه هذه المبادرة تكون في أكثر من ولاية وأكثر من بلدية في كل الأمكنة.